إن الحمد لله تعالى نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد، فما نالت له قناة حتى أتم الله الدين وأكمل الله الشريعة. جاهد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليك تترى يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما أنتم بمعجزين. جئتكم اليوم في ذكرى أليمة من ذكرياتنا مع اليهود، لكنني اليوم لن أتحدث كما يتحدث السياسيون والإعلاميون، فإني قد لا أجيد مثل هذا الفن، وإني أعتقد أن آذانكم قد ملت مثل هذا السماع. جئتكم اليوم لأتحدث عن هذه الذكرى، لكن بطريقة أخرى، فإن صيدلية الدواء هي من عند الله سبحانه وتعالى لما نحن فيه من الأدواء، وإني لا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ترك شيئا في كتابه إلا بينه، علمه من علمه وجهله من جهله. جئت اليوم لأتكلم عن فضائل الأقصى والشام، لا لأتكلم حديث السياسة، فإنكم أخبر مني بهذا الأمر والشام. جئت منكرا لحضراتكم الكريمة لأصافح وجوهكم العظيمة الناظرة التي إلى ربها أظنها ناظرة بإذن الله. جئت لأذكركم بفضائل الأقصى والشام، وما توفيقي إلا بالله، ولا لأتحدث حديث ترف، ولكن لأبث الثقة في قلبي وقلوبكم. جئت أقول إن ما نمر به اليوم
من أزمات الكهرباء والبنزين والسولار والضيق والحصار، وإنما يمر به إخواننا في دمشق وفي حلب وفي إدلب، إنما هي ابتلاءات، غمامات صيف عما قليل كالقشع، غمسة في الجنان تنسينا، تنسينا كل ما نحن فيه من الابتلاء. جئت أقول إن نعمة الله عليكم بأن أسكنكم بلاد الشام نعمة ترسيكم كل ابتلاء، ونعمة يهون فيها وفي سبيلها كل ابتلاء. هذا موجز الأنباء، وإلى تفصيلها مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسمعون الصلاة على رسول الله، ورتبوا ألسنتكم بذكر الله، ولتكن قلوبكم واثقة بما عند الله، وقولوا بلسان الحال والمقال لمن حاصرنا ولمن تآمر علينا، فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا والله خير وأبقى. إن الله سبحانه وتعالى ما أسكنكم بلاد الشام إلا وهو يريد بكم الخير، ما أسكنكم ليعذبكم، ما يفعل الله بعذابكم، ولكن أسكنكم في هذه البلاد ليكرمكم. فاسمعوا إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى عن الشام وعن المسجد الأقصى وعن بيت المقدس. أول ما يتبادر الذهن وأول ما تصفحنا به الآيات هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت الله الحرام إلى مسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لم يقل فيه بل قال حوله، لتعم البركة كل الشام، لتعم فلسطين وسوريا ولبنان والأردن. إنها بركة المسجد، إنها سكون المسجد وسكينة المسجد، فالمسجد منارة، منارة لكل البلاد، مكان فيه مسجد يرفع الله بإذن الله عن أهله البلاء، لأن المساجد بيوت الله، ومن دخل بيت الله فهو حري بالأمن والأمان من الله سبحانه وتعالى. الله بارك من أجل المسجد الأقصى في كل الشام. إن الله سبحانه وتعالى جعل هجر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليكون أول فاتح لبيت المقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءكم السؤال من هو أول من فتح بيت المقدس، فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه الأنبياء، حيث صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا ليعلم الناس أن شريعة رسول الله خاتمة لكل الشرائع، وأن من كفر برسول الله فوالذي نفسي بيده لو استفتح على الله كل باب ما فتح عليه حتى يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى بركته تفوح على ما حوله، فهو ثاني المساجد بناء. ففي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. انظر حبيبي في الله، ثاني المسجدين بناء هو المسجد الأقصى. ليس الأمر كذلك فقط، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلى لله سبحانه وتعالى صلى إلى القبلة الأولى للمسلمين وهي المسجد الأقصى وبيت المقدس.
بل لن نصلي عليها او اليها يوما او يومين ولا صلاة ولا صلاتين، بل صلى اليها ستة او 17 شهرا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. 16 شهرا او 17 شهرا وهو يصلي الى المسجد الاقصى وقبلته الاولى بيت المقدس. فانظر الى عظمة هذا المكان، كيف ان الله سبحانه وتعالى جعله مكانا لمصلى المسلمين والقبلة الاولى للمسلمين. بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعظم من المساجد او لم يأمرنا ان نشد الرحال الا الى 3 مساجد. ومعنى هذا انه لا يجوز لك ان تسافر لتصلي او تتعبد في اي مسجد الا في هذه 3. فاذا سافرت وقابلت اي مسجد فصل فيه، لكن لا يكونن سفرك ولا همك للسفر ان تصلي مثلا في مسجد قباء او في مسجد الخليل الابراهيمي، الحرم الابراهيمي او نحو ذلك. لا، بل يكن همك ان تصلي في احد هذه المساجد 3. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري: لا تشد الرحال، يعني لا ينبغي ان تشد الرحال ولا يجوز ان تشد الرحال الا الى 3 مساجد: المسجد الحرام، مسجد الاقصى، ومسجدي هذا. يعني لا يجوز لك ان تسافر بقصد ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تسافر الى المدينة من اجل ان تصلي في المسجد البدني، لا ان تزور قبر النبي. ليس معنى هذا ان زيارة القبر حرام، لا، بل لا تكن قصدك للسفر، فان اتت وحدها او فان اتت بعد ان تصلي في مسجد المدينة فلا حرج عليك. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ان الصلاة في المسجد الاقصى مضاعفة. الصلاة في المسجد الاقصى ليست ككل صلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، والله انه حديث رهيب عظيم يصدقه واقعنا، ولا تملك بعد ان تسمع هذا الحديث الا ان تقول صدق رسول الله. يقول ابو ذر، والحديث اخرجه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الامام الالباني رضي الله عنه وارضاه، تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما افضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا افضل من 4 صلوات فيه، يعني في المسجد الاقصى، ولنعم المصلى، نعم المصلى المسجد الاقصى، وليوشكن ان يكون للرجل شفن فرسه من الارض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اليهود قد حاصرتنا، اليهود ومنعتنا ان نصلي في الاقصى، ولان يكون لنا موضع حبل فرس حيث نرى المسجد الاقصى خير لنا من الدنيا وما فيها، اليس كذلك يا عباد الله؟ من منا لا يشتاق الى المسجد الاقصى اليوم؟ من منا لا تذرف دموعه حين يرى المسجد الاقصى يريده كل الناس ونحن محرومون عنه؟ اللهم انا نسالك صلاه فيه محررا يا رب العالمين، تفوق ملكه الاقصى على كل الشام. فالله سبحانه وتعالى
النار. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فبركته فاحت إلى كل الشام، إلى فلسطين، إلى فلسطين وسوريا ولبنان والأردن. يقول الله سبحانه وتعالى: ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نقل عن الإمام ابن جرير الطبري: الإجماع أن الأرض المباركة هنا هي الشام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا الأرض التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها للعالمين. قال العلماء أو بعض العلماء: مشارق الأرض ومغاربها، أي أورث بني إسرائيل مشارق بلاد الشام ومغاربها التي بارك الله فيها. بل إن الله سبحانه وتعالى قدس بلاد الشام حين قال لبني إسرائيل موسى عليه السلام: ادخلوا الأرض المقدسة، أي الأرض المطهرة المباركة الطيبة. وأقسم الله بالشام، ولا يقسم الله إلا بعظيم، حين قال: التين والزيتون، فأقسم ببلادة التين والزيتون في بلاد الشام. هذا حديث القرآن عن الشام. أما السنة فإنك تجد فيها أحاديث رقراقة فيابة بالبركة عن الشام. فالشام دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهلها. روى الإمام الترمذي وأحمد وابن حبان بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. وفي أكثر الروايات: يا طوبى لأهل الشام، هنيئا لكم، فرسول الله قد دعا لكم بطوبى. أتدرون ما طوبى؟ هي شجرة في الجنة، هي شجرة في الجنة منها تتقطع ثيابهم ويستظل الراكب بظلها ما شاء الله له أن يستظل. من منكم لا يهوى دخول الجنة؟ من منا لا يحب دخول الجنة؟ إذا كنت تحب دخول الجنة فاصبر على ما عدت فيه من البلاء، واشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن أسكنك بلاد الشام. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الصحابة سكنى بلاد الشام. فعن عبد الله بن خوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. فقال عبد الله: فقلت خري يا رسول الله، يعني أين تنصحني أن أسكن؟ فقال: وعليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدره. فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. فبالله عليك، من تكفل الله به هل يضيعه الله؟ وأخرج الحاكم وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عدم به إلى الشام. اسمع إلى آخر الحديث، اسمع إلى الدرة. ألا إن الإيمان، ألا إنه الإيمان
الشر. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشر، يعني من أراد أن يحرزه الله من الفتن فليلجأ إلى الشر، من أراد أن يحرزه الله من الفتن فليلجأ إلى الشر. هذه بركة الشر. نكمل ما بقي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة المقابلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى. أنتم موعودون بقتال اليهود والنصر عليهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهوديا فتعال فاقتله، وما غلبت اليهود علينا إلا لمعاصينا وإلا ليذيقنا الله سبحانه وتعالى من الابتلاء بحيث إذا غلبناهم نذوق حلاوة النعم. فإذا غمست ابتلاءك الذي أنت فيه بالأجر الجزيل الذي أعد لك بسكنى بلاد الشام بلا خيار منك بل بكرم من الله، فأنت في عافية ومنة تستوجب منك شكر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي رضي الله عنه: من لمح أجر من لمح فجر الأجر هانت عليه ظلمة التكليف، يعني أن من لمح أجر الأجر أجر الله على الابتلاء هان عليه الابتلاء. يقولون أن بلال ابن رباح غمس مرارة الابتلاء بحلاوة الأجر فهان عليه التعذيب، حتى كان يقول أحد أحد. وآسية امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها كان يعذبها زوجها فتبتسم، لأنها قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة، فكانت تلمح أجر الابتلاء فكان يهون عليها العذاب. وأنت حبيبي في الله إذا كنت مصدقا بقول رسول الله فلا تنشر للبلاء ولا تتعفف من الأذى، فإنه أذى عما قليل سيصبح نعمة ورغدا في الجنان. وكن دائما شغوفا مطلعا إلى الجنان. أحب أن أبشرك بشارة أنك حبيبي في الله ميزان لهذه الأمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الطيالسي بإسناد صحيح عن معاوية بن قرة أن رسول الله قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم يا أحبابنا، بمعنى أنكم أهل الشام ميزان لهذه الأمة، فالأمة بخير ما دمتم بخير، وإذا فسدتم فأنتم ملح هذه الأمة. فانظر حبيبي في الله كم فضلك الله على غيرك، واشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أنت مرابط في الشام، ورباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. بل إن أبا هريرة يقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أعتكف ليلة القدر عند الحجر الأسود. بل إن ابن تيمية رضي الله عنه يقول: أجمع العلماء على أن سكن بلاد الظهور، يعني سكن البلاد التي يهجم فيها العدو، خير من مجاورة مكة والمدينة.
فبالله عليك أبعد ما تسمع هذا الكلام تفكر في هجر هذه البلاد؟ يقول أحد الصحابة رضوان الله عليه في حديث، يقول حريم بن فاتك في حديث صحيح موقوف له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الشام صوت الله في الأرض، يعني أنتم قدر الله الذي ستقفون في وجه اليهود، أنتم صوت الله في الأرض، أهل الشام صوت الله في الأرض، ينتقم بهم من يشاء ممن يشاء، ينتقم منهم ممن يشاء كيف يشاء. اسمع إلى العبارة الأخيرة التي تكتب بماء العيون على صفحات القلوب، يقول: وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتون إلا غيظا أو كبدا أو حزنا، ولا يموتون إلا كمدا أو غيظا أو حزنا. أبعد ما سمعت هذا الكلام تفكر في هجر الشام؟ إنها أرض الله سبحانه وتعالى التي اختارك الله لها، وما اختارك لها إلا وهو يعلم أنك من أفضل الخلق عليه، فلا تردن نعمة الله سبحانه وتعالى، وارض بما قصد الله لك، واعلم والله أنك تعيش في خير وعافية، وأن هذه البلاد من أكثر البلاد تمسكا بدين الله سبحانه وتعالى. ذكر لي أحدهم أنه سافر إلى إحدى بلاد الخليج، فقال لي: هربت بديني إلى غزة، هربت بديني والله الذي لا إله غيره. اتصل بي أحدهم وهو يبكي وهو في نعمة ورغب في إحدى بلاد الخليج بلا تسمية، يقول لي: إن المعاصي عينك عينك هناك، بمعنى يا ريت أرجع لغزة، وهو يبكي من الألم. فغزة وبلاد الشام هي خير البلاد عند الله، أو من خير البلاد عند الله سبحانه وتعالى، فلا تردن هذه النعمة عليك، وارض بما قصد الله لك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى محرما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى محرما يا رب العالمين.